قبل الكورونا كنا نشتغل الحمد لله رب العالمين، والوضع كان ممتاز، وجهزنا أمورنا للشغل للحج وهذا، وللشغل للعمرة، وصارت الكورونا وإحنا بعز موسم العمرة كان، فهذا أثرت عليها تأثير كان مدمر يعني بصراحة، دمار شامل كان. إحنا تركيزنا 70% كان على شغلات الحج والعمرة، وقفت كل الدنيا علينا. في لازم نحفظهم، مصاحف، ناس سجاد، ناس مسابح، ناس هدايا صغار زي تقومة صلاة أو إكسسوارات صغار للصغار ولا شغلات هيك. طبعا بحاولوا قدر المستطاع، كل واحد حسب قدرته يا عمي، كل واحد، أنا بشغلات أساسية، كل واحد قديش مخصص للإشي هذا بكون بيعمل هيك.